ثمة أقوال خالدة شهيرة إذا قيلت أمامنا الآن تداعت إلى الأذهان ذكراها، وترانا نقول هكذا قالت العرب. أولادك فتتزوجني لأرعاهم لك، أم لأنك تحبني يا أبا دواد؟ لو كان لك بنون ومت ثم تزوج أبو أبنائك امرأة أخرى، أكنت تكرهينها لأنها ترعى أولادك يا سعد؟ لا، غير أنني ما زلت على قيد الحياة وأحب أن أرعى أولادي أنا لأولاد سواي. على أي حال حبي هو الذي تزوجك، فإذا كنت ترفضين رعاية أولادي إلى جانب حبي لك فليس بيننا إلا الانفصال. إذن ساعدني في أولادك يا أبا دواد. سأفعل. هل عاد دواد؟ لا، لم يعد بعد. أنا ذاهب إلى السوق. ما أكثر أوهامك يا رقبة؟ تسخرين مني؟ كيف كان نومك؟ بعافية يا خالة. كم أكره منك كلمة خالة. لعلك تودين أن أناديك يا أمي. ماذا تقول؟ لا شيء. أين أبي؟ خرج. إلى أين؟ لا أدري. سأخرج أنا أيضا. من أين جئت بهذه الدنانير؟ من تجارتي في الأسواق، أخبرتك بذلك فرحت تسخرين مني كأني حالم أو مجنون. كيس واحد ويفعل بك كل هذا؟ رجعت؟ ما لك غاضبة؟ تذهب ولا تعود؟ هل أنت متزوج لتغيب أم لأن لك زوجة وبيتا وأولادا؟ لا أفهم شيئا مما تقولين. لعلك لا تفهم إلا قرض الشعر في الخيل والغياب عن البيت وتوليد دينار الدين من دينار الدين حتى لا أصبح عليك ديون لا تحصى. أنا أستدين لنعيش. عليك أن تعمل لتعيش. وماذا يعمل الشعراء غير قرض الشعر؟ أطعم أولادك إذن القوافي وكل أنت الصدر، وضع أصحابك عندك ليأكلوا العجز. الشعر ليس بلبن ولا بخبز. لن أتأخر وسأذهب إلى المنذر بن ماء السماء. واليوم وغدا وبعد غد ماذا أفعل بأبنائك؟ أقول لهم انتظروا حتى تشربوا من ماء السماء؟ يأتيك المال فتفسده وتزويه في قضاء ديونك
ونبقى نحن جياعا. زعمت لي أنني أفسد المال وأزويه في قضاء ديوني. أخرج من هنا. أملت أن أكون عبدا لمالي؟ كن عبدا لما شئت ولمن شئت، ولكن لا تدعني أرى وجهك بعد الآن. هيا. لا، أنت فعلا غضبة. هل أنا لصة يا رقبة؟ لا يا سكينة، غير أن زهدك بالمال يجعلني حريصا على ألا أبدو أمامك رجل جشع ممتلئ القلب بالطمع وحب المال. يا رقبة، إياك أن تخرج. لماذا؟ قد يراك أحد اللصوص فيسرق حقك وتعبك. أخيرا اعترفت سكينة. كنت أشجعك على أن تعمل بنشاط، والآن ابتعد الأكياس عن الباب فقد يدخل أحدهم فجأة ويراها في يدك. وإذا ابتعدت بها عن الباب فإلى أين تريدين مني أن أقترب بها؟ إلى يدي. تأكل التمر يا دواد؟ نعم يا خالة. قلت لك لا تناديني يا خالة. ماذا أقول إذن؟ ناديني باسمي. هكذا؟ نعم. وأبي وإخوتي والناس؟ لم يبقى إلا أن تناديني يا خالة. نعم. ألا ترى أن المكان كان مرتبا؟ سأعيد ترتيبه. أكمل طعامك. أرجو ألا تتضايقي. خذ طعامك وكله خارج الخيمة. هيا هيا. حسنا سأقوم. حسنا سأقوم. آتيك بالفراش. لماذا؟ لتضعيه على الصندوق وتنامي فوقه. قد أفعل ذلك وأغفو. أما أنت فلن تعرف عيناك النوم بعد اليوم. اسمعي يا سكينة، آن لنا أن نستفيد من أموالنا ونسكن بيتا غير هذا البيت. معك حق، ستكون حياتنا رغم أنها سعيدة ومكتفية حياة الأعيان وكبار القوم. وتثقل مشيتك يا سكينة من كثرة ما عليها من ذهب وفضة وأحجار كريمة. دعك من هذا، كيف رضي المنذر عليك؟ إنه رضا لا يشوبه أي غضب. اجعل السوق لك وله، هكذا يطمئن عليك وتتأكد من أن السوق ستظل في يدك. كم أنت ذكية يا سكينة. قم ونم، أنت فعلا متعب وشديد النعاس. معك حق يا سكينة، فقافلة اليمن أتعبتني كثيرا. كنت أتنقل من تاجر إلى تاجر أبيع وأشتري، ومر علي اليوم بسرعة. لأن ما يدخل يدك أكثر مما يخرج منه. ولكن عندما أعود إلى البيت أحس بأنني محطم. هيا هيا نم. وأنت لا تكذبي. غطت الدنانير البيت فترى النوم من عيني. ماذا تقولين؟ اطرده من البيت. لماذا؟ الأمر لا يعنيك، اطرده من البيت. أعرف لماذا؟ لأنني لا أطيقه. لو كان ابني إما أنا وإما أولادك. ماذا قلت؟ ولكن يا سعاد أنا راحلة. لا لا، يرحل والدي. حسنا فليرحل الآن. سأتركك هنا.
فانظر ماذا ستفعل. أبي أنا راحل. ماذا فعلت حتى تجعل مصيري بين الوحش والجوع؟ لن أعرف كيف أعود. هذا ما رميت إليه حتى لا تعرف الطريق التي توصلك إلى الحي. أنت تقتلني. لقد أصبحت رجلا، فابحث عن نجاتك بيدك. وأي نجاة سألقاها هنا غير الموت؟ اغفر لي يا بني، اغفر لي يا بني. ماذا حدث؟ لا شيء، لا شيء. هيا هيا لنرجع إلى البيت. سكينة، سكينة، ما هذا يا رقبة؟ هدية للمنذر. هي كلمة واحدة، إذا لم تتحملي أولادي فاخرجي من بيتي. ما دمت في جواري فلن يؤذيك أحد يا رقبة. وهل لرقبة عز كعز أن يعيش في جوارك يا مولاي؟ وكيف أرض بهراء؟ بخير يا مولاي، وأهلها كبار لأنك سيدهم. اسمع يا رقبة، أنا كما تعلم صاحب يومي النعيم والبؤس. أعيش يوما بؤسا على الناس ويوما نعيما. أول من ألقاه في يوم النعيم أجعله أغنى الناس، وأول من ألقاه في يوم البؤس أقتل. فإياك، إياك أن أراك في يوم من أيام البؤس. كم أرى في ذلك عونا ورفعة لي يا مولاي. قتلتني أم جعلتني غنيا فإنك السيد الوحيد الذي نطيعه. اسمع يا رقبة، تبقى عندي الليلة، فغدا يوم بؤس، وسأجعلك تشاهد من سيكون قتيلي. اسمع يا بني، ليس لنا ما نفعله هنا إلا ملاحقة الدائنين. سنرحل إلى المنذر. ابن ماء السماء؟ نعم، وسنعيش في الحيرة. فالمنذر أكرمني بالأمس وسيكرمني اليوم وغدا، فأنا أشعر من مدحه ووصف خيله. ومتى نرحل؟ سنخفي الأمر عن الدائنين. لو علم أحد من أهل الحي أننا راحلون وأخبر الدائنين لأذلوا أباك وصغروه. وماذا سنفعل؟ تذكر المكان الذي كنت سأتركك فيه؟ كيف لا أتذكر؟ تنتظرني هناك أنت وإخوتك. نرحل قبلك؟ ترحلون قبيل الفجر، وسألحق بكم في الليل. أبا دوال، كيف أنت يا رجل؟ هائم حتى أصل إليك يا مولاي. طلبت إليك أن تبقى عندي فلم ترضى. وأنا قد عدت نادما لأنني لم أرضى يا مولاي. ما أصعب أن تغلبوا أنتم الشعراء، وما أصعب أن نعيش. عائد ووراءك دين. لا، عائد ووراءك ديون. بل عائد وأمامي خير وبركة وعز ومجد. سأجعلك جاري يا أبا دوال. وأنا قد جعلتك شمسي ما حييت يا مولاي.
ذلك لكثرة ليلك يا أبا دواد. وهل أملك غير الليل في غيابك يا مولاي؟ من يرافقك؟ أبنائي فقط؟ نعم. سأزوجك. لا. لماذا؟ يشرفني أن أجالسك يوما وأخبرك. وشعرك في الخيل؟ كان جيدا وسيصير أجود. ترضيك جيرة المنذر ابن ماء السماء؟ بل أحلم في أن أكون جارا للملك المنذر. أفق إذا من نومك لترى كيف تحقق حلمك. جاء أبو دواد وأصبح جارا للمنذر، وهذا يجعلنا أثرا بعد عين. وماذا ستفعل؟ لست أدري يا سكينة. سيقل رزقي بسبب وجود أبي دواد. المنذر يحبه. هذا حقي يا رقبة، فكيف تمنعني عنه؟ كيف يكون حقك وأنت تبيع وتشتري في بلدي بهراء ما أنا أبيع وأشتري؟ الناس يقبلون على تجارتك ويعرضون عن تجارتي. هذا خطأك. بل هذا طمعك. طمعي؟ من أين أعيش لولا تجارتي في بهراء؟ وكيف تريد لرقبة أن يعيش؟ التجارة بيع وشراء، وكلانا نبيع ونشتري. سأدعك تشتري، ولكن لن أدعك تبيع. قول بغير فعل. سوق بهراء بيني وبينك. كيف تفعل ذلك؟ سيغضب منك المنذر. لا، لن يغضب. يذهب أبناء أبي دواد في تجارة إلى الشام، ثم ترسل من يقطع رؤوسهم ويجيء بها إليك، ثم تدعو المنذر وأبا دواد إلى مائدتك والرؤوس عليها. سيقتلك المنذر. لا، لن يقتلني، ولكنه سيغضب مني. يجب أن تعد لكل أمر سلاحا. ماذا تعنين يا سكينة؟ قد يلاحق جيش المنذر القتلة الذين أرسلتهم ليقتلوا أبناء أبي دواد. إذا شعرت بذلك يا سكينة فارحلي وأنذريهم قبل أن يصل جيش المنذر. أرافقك إلى وليمة رقبة، فلا أرى في الوليمة إلا رؤوس أبناء الثلاثة يا مولاي، وتريدني أن أهدأ؟ لكل جزاءه يا أبا دواد. لقد سجنت رقبة وقلبي يشتعل بالحزن لما حدث. سأقطع رقبته، وقد أرسلت كتيبتين الشهباء والدوسة في طلب قاتلي أبنائك. لا يجرؤ رقبة على فعل ذلك لولا تأكده من عفوك يا مولاي. لن أعفو عنه. أنذرت قومي وهربوا يا رقبة. حسنا فعلت يا سكينة. هدأ غضب المنذر ابن ماء السماء؟ سيهدأ. الحقي بقومك وانتظريني هناك. وصل الجناة إلى أعالي الشام، ولا طاقة لنا للحاق بهم، فالغساسنة هناك يا أبا دواد. لن أطلب منك فوق طاقتك يا مولاي. أنا جارك يا أبا دواد، ورقبة سأقطع رأسه، ولكني أرجو أن ترضى بما سأطلب منك. أما تطلب مني يا مولاي؟ لست مولاك كما قلت لك، أنا جارك، وقد جعلت دية أبنائك 600 ناقة. أنا أعرف أن هذا لن يمنعك من بكائك أبنائك، لكني كجار لك أطلب منك أن ترضى. وكيف لا أرضى؟ ليت لكل مظلوم يا مولاي جار كجار أبي دواد.